عقدت الجامعة الألمانية الأردنية ورشة عمل حول الدراسات المزدوجة لربط الطلبة مع القطاع الصناعي الأردني لتكون الجامعة شريكا في التنمية الاقتصادية ودعمها، وذلك سعيا من الجامعة في تجسيد مفهوم التعليم التطبيقي للتجسير ما بين التعليم وسوق العمل. من هذا اللقاء هو تجسيد فكرة التعليم التطبيقي لتنتهج الجامعة الألمانية. في السابق كانت الجامعة الألمانية تركز على هذا البعد من خلال التواصل مع الصناعات في ألمانيا ومع الشركات الألمانية، والآن نريد أن ننقل هذا التواصل ونجذره في المحيط المحلي الأردني. نريد أن ننشئ جسور من التواصل مع الشركات الصناعية في الأردن وأن يكونوا شركاء معنا في العملية التعليمية، كما نريد أن نكون شركاء معهم في عملية البحث والتطوير في الصناعات الأردنية.